أنصح فقط أصحاب القلوب الرهيفة أن يأخذوا بالهم جيدا ويأخذوا حذرهم في هذا المطاف، ليست إلا كرة قدم. وانطلقت المباراة لزرع المنتخب الجزائري مع أول كرة من رفيق صيف إلى وائل الجمعة، والكرة في التغطية حليش جاتوزو الجزائر كما يلقب جاتوزو طبعا. والكرة خطيرة لزرع المنتخب المصري، وكان السيناريو يتكرر وفوز الشوشي يحبس أول كرة طبعا. مهم جدا بالنسبة لحارس يلعب مباراة من هذا الحجم أنه يلمس كرة ولو سهلا على الماء، لمسها شوشي والتغطية من وائل الجمعة هذا الذي كان غائبا في المباراة الأولى. مقابلة كذلك رفيق صيف يعطي القدر غزال من هناك على الجهة اليمنى مدرع حيث تبقى هذه الكرة محمد المرتيكا، فالوسط لأحمد الحسن غير تماما على الجهة اليمنى ناحية رفيق أحمد المحمدي، والتغطية من حسن يبدأ من بلحان وفيه خطا يصفر حكم المباراة من نادي بلحان على أحمد محمدي وأول هدف للصفراء. يا نادر يا بلحان، يا نادر يا بلحان، الحقيقة أنت الأولى تتحصل على بطاقة صفراء ستلعب باقي المباراة وأنت يعني مكبل نوعا ما، يعني لا يمكنك أن ترتكب خطأ تاليا. والكرة للمخالفة لصالح المنتخب المصري وعبد الظاهر السقاب اللباس الأحمر المنتخب المصري مع ست لاعبين في الجهة المرفوعة، الكرة ممتازة شوشي خرج هذه الكرة مباشرة ليزيد منصوري، والانطلاقة لصالح المنتخب الجزائري مع كريم زياد. لا يمكن أن نجعل لها تقييمة لأنه كل المقدمات قيلت. حسن يبدأ في الميدان ثاني مباراة له مع المنتخب الجزائري، يلعب من هناك على اليمنى مع مراد مكي، مراد مكي في انتظار سعود مكرر ممتازة على اليمنى لحسن يبدأ ترجع للخلف ناحية كريم زيادي، كريم زيادي ممتازة مرفوعة قائمة ثانية والضربة الراسية من غزال عن الحارس شوشي. هاي الكرة الضربة الراسية أهلي والدفاعي دخل يخرج هذه الكرة أحمد حسن، تدخل من حسن من مجني مراد وأحمد حسن أنت القائد يجب أن تكون المثل طبعا. شوف 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 عندما القائد يتصرف هكذا البقية تتبعه طبعا، وأوجد الملبسة هذا وتصرف اللاعب عندهم اللاعبين شيء طبيعي لا ننهم تماما لا يا أحمد حسن الحكم صفر لك لماذا هذه المساعدة. المسجل الهدف الثاني الرفيع لصالح أحمد أبو تريكا مرفوعة رفيع خطيرة. ونعرف خطورة اللاعبين الجزائريين في الكرات الثابتة، تذكرون الهدف الذي سجله غزال من الراس كريم زيادي هيدو تردد في القرون وأين من هناك على الجهة اليمنى. لا يا يحيى يا نذير يا نذير نذير بن حازم ملعب طرق نذير بن حازم في الزرع يلعب عليها نذير هاي نذير ممتازة في خطأ نعم في خطأ غير متعمد لا غير متعمد عصام الحضري وفي خطأ لصالح نعم خطأ منطقي والحكم يمنح البطاقة الصفراء. لا يا غزال يا غزال بطاقة صفراء ثانية لا بأس ولا بد صفر وحكم المباراة وأبرز البطاقة الصفراء معلنا عن بطاقة صفراء ثانية للاعبين الجزائريين. إصابة عصام الحضري في الكتف أعتقد أمام عطار هؤلاء الأبطال كذلك هؤلاء الرجال من الآلاف من الجزائريين الذين هبوا إلى الخرطوم والسودان. 20 دقيقة لعب منذ انطلاقة الشوط الأول لمباراة الأمر وفي خطأ آخر من وائل جمعة عناء تدخل من الخلف على عبد القادر غزال. اللاعبين الجزائريين يطلبون البطاقة نعم يوجه له البطاقة الصفراء نعم يوجه له البطاقة الصفراء نعم لا 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 للاحتكاك لا 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 للاحتكاك من فضلكم جميعا. هاي سعيد يخرجها ثم رفيق صيفي بامتياز يلحق على هذه الكرة هاي ممتاز رفيق لا يا رفيق لا يا رفيق العب الكرة وتفتحها لا يا رفيق العب الكرة وتفتحها طبعا من حقك تضرب الجماهير انهم يساندوا هكذا هي هكذا هي الكرة وهكذا هي مباراة من هذا النوع تتطلب كل هذا وأنت الحاج نادي بلحاج نادي بلحاج يا سلام يا سلام على نادير ويا سلام على عصام ينفض الموقف ويخرج كرة أخرى كانت مقوصة متوجهة عمرو زكي مع حسن يبدأ عمرو زكي وحسن يبدأ صعبة 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 غريبية صعبة صعبة
ترجع لمحمد بركات حذاري من محمد بنتيكا حذاري من بوتريكا شيلي واحد من احسن الحكام في افريقيا كره في الوسط من حسن يبدا وصلها مباشره لمجني ترجع لكريم زياني يرفع من هناك هيدا من كريم زياني صعبه هيدا ممتازه ولا لا يا بابا يا بابا الله 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 خرجت 54 انتهى الامر قضي الامر الجزائر متفوق ما بهدف مقابل صفر هدف مقابل صفر قلت نلعب مباشره لزياني وصل لمطمور يلا مطمور ينطرق مطمور ينطرق انطلع صيفي ينتقد عند السلول يا صيفي مطمور وراءه حسن يبدا ومطمور كرة في الوسط من حسن يبدا يوصلها مباشرة لمجني ترجع لكريم زياني يرفع من هناك هيدا من كريم زياني صعبة هيدا ممتازة ولا لا يا بابا يا بابا الله الله Bop, bop, bop.